Cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'd. Famada akhadna fi darsina al-akhir, inda man? Fazna al-naqid al-rabi. Al-naqid al-rabi, min nawaqid al-islam. Fama hu? Tfaddal. من اعتقد أن هدي من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي أو أن حكم أو أن حكم غيره أحسن من حكمه الذي يبدل حكم طوالتي على حكمه فهو كافر على حكمه فهو كافر أحسنت فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أي دين النبي عليه الصلاة والسلام سنته ومن اعتقد أن هناك دين أفضل فهذا لا شك في كفره ثم ذكرنا ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله وقلنا أن هذه المسألة فيها تفصيل on a cité le fait de juger par autre que les lois d'Allah Azza wa Jal. Et on a dit que la masala a un tafsil. Awalan, ma dalil, annahu la yajouz an nahkum bi ghayri ma anzal Allah Azza wa Jal. Man yadhkur al dalil awalan, qabla al tafsil. Na'am. Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Hada dalil al masala. ثم on a dit أن المسألة فيها تفصيل تفضل من يحكم بغير ما أنزل الله على ثالث على أقصى أحسنت أن من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن هذه الأقصى celui qui juge par autre que les lois d'Allah il rentre forcément dans une des catégories que les ulama ils ont cité. Wa nahnu dhakarna kalam al-imam al-Sheikh Abd al-Aziz ibn Baz rahmatullah alayh. Al-qism al-awwal min yafadilu al-hukm ghayr al-islam ghayr al-islam ala hukm Allah. Man qala an al-hukm بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله هذا كافر بالاتفاق celui qui pense qui croit que juger par autre que les lois d'Allah c'est meilleur que juger par les lois d'Allah هذا الأمر الواضح القسم الثاني القسم الثاني من يعتقد حكم الله مثل حكم غير الله أحسنت من يعتقد أن حكم الله عز وجل أو حكم الحكم بغير ما أنزل الله مثل الحكم بشريعة الله عز وجل فما حكمه أنه كافر بالله وهذا كذلك بالاتفاق الثالث القسم الثالث من هنا تفضل الشريعة أفضل يجاوز نعم من قال أن الحكم بالإسلام بشريعة الله عز وجل أفضل لكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فما حكمه أنه كافر نعم كفر أكبر هذه الأقسام الثلاثة للثلاث premières catégories du كفر أكبر لماذا؟ لأنه إما يقول أنه أفضل إما يقول أنه مثل الحكم بما أنزل الله إما يقول أنه يجوز ولو كان الحكم حكم بما أنزل الله أفضل لكن يجوز هذه الأقسام الثلاثة لا شك أن صاحبها كافر بالله عز وجل القسم الرابع كاتخيام كاتيغوري عند من؟ تفضل من يعلم أن حكم الله أفضل من حكم من غير الله بل يعتقد بحكم من غير الله من قال أو من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أفضل
Il a la conviction que al-hukm bi shari'ati Allah azza wa jalla c'est mieux. Zid. بل يعتقد بالحكم من غير الله. يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله. ماذا يعتقد في الحكم بغير ما أنزل الله؟ Qu'est-ce qu'il pense du hukm bi ghayri ma anzal Allah? أنه حرام. أنه لا يجوز. فيعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز. زيد؟ بل يعمل به. لكن يحكم بغير ما أنزل الله. لماذا؟ لماذا يحكم بغير ما أنزل الله؟ هو داعي. نعم، إما لضعف، إما لهوى، إما لضغوطات. وعلى كل حال يعترف يغوكن أنه ماذا؟ Qu'est-ce qu'il reconnaît عندك؟ Elle est meilleure. Et lui, qu'est-ce qu'il pense de son fi'l? De ce qu'il fait lui? نعم أنه il est مخطئ أنه c'est حرام. فيعترف بهذا أنه مخطئ وأن هذا الفعل حرام لكن يحكم بغير ما أنزل الله فهذا ما حاله؟ نعم كفر أصغر أي لا يخرج من الإسلام لكن كما قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه هذا يعتبر من أكبر الذنوب فهذا هو التفصيل الذي عليه المحققون من أهل العلم ولا ينبغي أن الإنسان يخوض كما قلنا في مثل هذه المسائل بهواه ويترك مثل هذا الكلام القوي ولا يلزم لا يلزم أن من حكم بغير ما أنزل الله أنه يستحل ذلك لا يلزم هذا ما في تلازم بينهما لأن البعض بعض الحزبيين الضلال يقولون أن إذا حكم بغير ما أنزل الله فهو مستحل هذا باطل هذا باطل Eux ils disent que s'il a jugé par autre que les lois d'Allah c'est forcément qu'ils rendent la chose permise et ça c'est باطل لأنه إذا اعترف أن هذا باطل وأنه ضعيف فلا يلزم من ذلك أنه مستحل لذلك لأن المستحل يكفر Celui qui rend halal, le fait de juger par autre que les lois d'Allah, taqaddam ma'ana, les trois aqsam, annahu c'est un kafir. Qu'ils disent que c'est mieux, ou c'est pareil, ou c'est autorisé, dans les trois cas yakfur. Wa'ad al-dullal, yakouloun anna si ils jugent par autre que les lois d'Allah, forcément, c'est qu'ils rend halal. Wa hada batil. Wa fat'a hada al-bab khatirun jiddan ala l'umma. Lianna mathalan, sharibu al-khamr, hal... يلزم من فعله أنه يستحل الخمر أبدا كم من الضعفاء من الفساق ابتلوا بهذا الذنب ويعترفون أنهم على خطأ وأنهم ضعفاء etc. ففي الحقيقة يا aucune différence في هذا الحال avec tous les autres كبائر فأن كفر pas celui qui boit de l'alcool on كفر pas celui qui fait الزنا إلا المستحل Et la remarque qu'on avait, si une personne, مثلاً, elle boit de l'alcool, ça ne veut pas dire qu'elle dit, cette personne, elle dit que l'alcool, c'est halal. C'est haram, bien sûr, mais il reconnaît qu'il est en tort. Dans ce cas, l'aqidat al-sunna, annahu mukhti'un, fasiqun, waqa'a fi dhanbin 'azim, amma al-hukm 'alayhi bil-kufr, li'annahu fi'luh, yalzam min dhalik annahu mustahillun, ça c'est min aftal al-batil. الشيخ باز رحمة الله عليه رد على هؤلاء رد على هؤلاء في هذه المسألة بالذات هذا ما يتعلق بهذا الناقض المهم من يقرأ الناقض الذين يحفظون ها تفضل أكمل من هديه كالذي يفضلون حكم التواغيت على حكم فهو كافر أحسن تفضل من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضلون حكم التواغيت على حكم فهو كافر أحسنت هذا مفهوم
هذه المسألة مفهومة، مسألة مهمة، سي ان سوجي امبورطون. هذا كم من الناس التبست عليهم هذه المسألة، وكما قلنا الخوض في هذا لا ينبغي. الإنسان يتكلم بعلم ويقرأ كلام أهل العلم يكمبرون cette مسألة كم يلون كمخي السلف، إن شاء الله يسرع على خير. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: الخامس أي من نواقض الإسلام، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سانكيم أنولاتيف، أن من أبغض شيئا، البغض في الكونتخير دو المحبة، البغض ضد المحبة، فمن أبغض شيئا، المحبة سي إيمي، البغض سي ديتستي، celui qui déteste شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر ولو عمل به. Tant qu'il sait que cette chose, ça fait partie de din al-rasoul, wa la farq bayna al-wajib wal-mustahab. La farq fi hadha, li'annahu si c'est du din, la yajouz bughdu. Que ça soit mustahab ou wajib, min babi awla al-usul al-arkan. Man abghadha shay'an, celui qui déteste quelque chose de ce din et il sait que ça fait partie du din, fa yakfur wa law 'amila bih, même s'il applique. Mathalan, shakhsun 'iyadan billah yubghid as-salat أو يبغض الصيام أو يبغض الحجاب الشرعي، هذا يكفر. لماذا؟ قال أولا الأدلة، قال: لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Quand ils ont détesté ما أنزل الله، الله سبحانه وتعالى أحبط أعمالهم، أي لأنولي لغزر، وهذا في الكافر. أما المسلم فعمله مقبول إن شاء الله تعالى. قال: فبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع يعتبر كفرا، وإن الواجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما جاء به. هذا الواجب على المسلم، ولله الحمد المؤمنون على هذا. شك مسلم إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم. أما البغض فلا يحصل من مؤمن. Pourquoi il détesterait الرسول صلى الله عليه وسلم أو une chose que الرسول صلى الله عليه وسلم nous a montré. قال: وأن نعتقد أن كل ما جاء به إن كان حكما أنه أفضل الأحكام، كما تقدم في الناقض الرابع، وإن كان خلقا بأنه أفضل الأخلاق. Si c'est un حكم، une sentence مثلا، on a la conviction que c'est la meilleure. لماذا؟ لأن هذا الحكم من دين الله عز وجل، من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. Si c'est un خلق، الخلق هنا، ne pas confondre avec الخلق، الخلق بالضم، أي un comportement، كالأمانة والصدق والشجاعة والحياء. كان خلقا بأنه أفضل الأخلاق. Tous les comportements que le Nabi صلى الله عليه وسلم nous a montré, c'est les meilleurs comportements. وإن كان عبادة بأنها أفضل العبادات. Si c'est une adoration, c'est la meilleure adoration. ولا يجوز التعبد بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال: فبغض ما جاء به أو بغض بعض ما جاء به دليل على النفاق والعياذ بالله. المنافقون حالهم سهذا، أنهم يدتست الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدتست توسك النبي صلى الله عليه وسلم ينوزا منطخي ينوزا أنسيني إلى بروباجي. لماذا؟ لأنهم منافقون، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهم أبغض الإسلام في الحقيقة سيدي كفر. C'est pour ça que يدتست شرع الله سبحانه وتعالى. قال العلامة النجمي رحمة الله عليه: فمن وجد هذه الخليقة، الخليقة أي الطبيعة، أي إلا cette chose en lui، أنه ربما يغسن أنه إلا ما cette chose de notre دين، قال أو الخصلة في نفسه فعليه أن يعمل على إزالتها. نعم، فمن وجد في نفسه من مثل هذا
فليستعذ بالله من الشيطان أي في توبو غبوسي هذا الشيء ويكثر من الأذكار وقراءة القرآن. قال فيدعو الله عز وجل أن يذهبها عنه أي في الدعاء كذلك لأن هذا من الشر وأن يبدله ببغضها حبا وبالاستخفاف تعظيما وبالكره لها رغبة إليها. نعم نسأل الله العافية. الإنسان يحذر يحذر كذلك يحسن الظن بالله عز وجل. celui qui a une bonne pensée qui a une bonne niya فلا يحصل منه هذا إلا من باب الجهل peut-être qu'il ne savait pas que cette chose elle faisait partie du din فهذا شيء آخر. من جهل شيئا ربما أبغض هذا الشيء لكن عن جهل إذا علم يترك. celui qui ne savait pas مثلا que cette chose elle faisait partie du din il la détestait ثم نصح on lui montre si c'est un mu'min inshallah il va délaisser هذا il va aimer cette chose. إشكال قد يسأل سائل عن قول الله عز وجل كما في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر القتال أي الجهاد وهو من أعظم العبادات ثم قال وهو كره لكم والكره هو البغض أي الله سبحانه وتعالى vous a prescrit القتال أي الجهاد et vous détestez cette chose. On peut se poser la question par rapport à ce naqid, à celui qui déteste une chose qui fait partie du din, c'est du kufr. Wa huna kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum wa fi hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala isbagh al-wudu 'ala al-makarih. Ay wa huwa yakrah hadha, madalan fi froid et il fait l'wudu correctement wa huwa yakrah hadha inshallah il est 'ala khayr. إسباغ الوضوء على المكاره فمن عنده جواب يبغض القتال ولا يبغض الحكم الله أحسنت هذا أدق أنه لا يبغض حكم الله عز وجل أبدا بل هذا المؤمن يعرف ويعترف أن هذه العبادة من أفضل العبادة لكن المكروه هو الحاصل في هذا القتال من جرح وإصابة ربما موت. قال الإمام البغوي رحمة الله عليه وهو كره لكم أي في تفسيره قال وهو كره لكم أي شاق عليكم. لماذا يكره أو الإنسان من باب الطبيعة أنه يكره هذه المشاقة n'importe quel humain il va pas aimer هذا الشيء أي s'entretuer combattre الآخر. لماذا لأن il y a des difficultés ربما il se fait blesser ربما il mange mal il dort mal il يتعب فطبيعة الإنسان تكره هذا. أما حكم الله شيء آخر. قال قال بعض أهل المعاني هذا الكره من حيث النفور والطبع عنه لما فيه من المشقة أو من مشقة النفس وخطر على الروح لا أنهم كرهوا أمر الله. أما أمر الله فمحبوب نبقى المؤمن إلام هذه العبادة لكن كنت sur place ربما تتعب avoir des faiblesses, tu peux souffrir, tu peux avoir peur, tu peux... Et détester ces choses, c'est naturel. Enfin, ça n'a rien à voir avec le naqid. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في تفسيره تفسير سورة البقرة وفرق بين أن يقال إننا نكره ما فرض الله من القتال وبين أن يقال إننا نكره القتال. يعني ديفيرونس. تأملوا فرق بين أن يقال إننا نكره ما فرض الله مثل المنافقين يدتست القتال. لماذا؟ لأنه من شرع الله. pourquoi؟ لأن المؤمنون يقاتلون الكفر والكفر إخوان للمنافقين فالمنافق كان يبغض القتال من هذا الباب لأنه من أمر الله عز وجل. قال نعم إننا نكره ما فرض الله من القتال وبين أن يقال إننا نكره القتال. أما أن ندخل من نغمى المؤمن يدتست ست شوز pas parce que c'est حكم الله لا لأنه c'est un être humain il peut se faire blesser il peut se faire tuer فلا شك أن son nefs n'aime pas هذا لكن يصبر et patiente لأنه c'est حكم الله عز وجل et la récompense elle est عظيمة. قال فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر.
فمن وجه النم الجهاد لماذا؟ لأنه من عبادة الله عز وجل، بل من أعظم العبادات. نكره هذا الشيء لأن سابو نفق جمال إلى آخره. هذا معنى قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تنبيه، وهو نفس التنبيه الذي مضى في الناقض السابق، لا يلزم من فعل المعصية أو مخالفة السنة أن الإنسان يبغض الشرع، لا يلزم هذا. احذروا من الإلزامات الباطلة. كم من الناس انحرفوا، أي il lit une chose et il pense que ça implique telle chose et il base son hukm sur cette chose. هذا c'est خطير. فمثلا رجل il laisse pas la barbe حليق il se rase. Ça veut pas dire qu'il déteste la barbe. Là ربما ضعف، ربما عمل، il peut pas le laisser، il a peur de perdre son emploi، il sait que c'est mieux لكن il a des faiblesses، وهكذا ربما جهل. فلا يلزم من فعل المعصية أن الإنسان يبغض الشرع أبدا. والدليل على هذا حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار. أنهم على époque du prophète صلى الله عليه وسلم il s'appelait عبد الله et son surnom c'était حمار. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، il faisait rire le prophète عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، أي في الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم il a appliqué la sentence sur cet homme. لماذا؟ لأنه يبيبد الكل. فأتي به يوما فأمر به فجلد. Un autre jour مرة أخرى أتوا به، ils ont emmené encore cet homme. لماذا؟ لأنه il avait encore bu. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلده، il a appliqué الحد عليه. فقال رجل من القوم، أي من الحضور، الصحابي كتب خزن، قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. هذا من باب محبة الدين. صحابي من باب المحبة il a pas aimé que دائما il se fait fouetter et il reboit il revient. فإلا دي cette كلمة اللهم لعنه، أي كالله لمدس. قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه، نلمدس با، لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. أي je sais que cet homme il aime Allah et son messager. فمالغري كي faisait cette معصية il aimait Allah et son messager. C'est un مؤمن، مؤمن لكن ابتلي بهذه المعصية. Donc ça veut pas dire que celui qui boit de l'alcool il déteste forcément شرع الله. أي il boit لماذا؟ لأن الله il l'a interdit، il a interdit l'alcool، donc هو il boit exprès. Et لأنه il déteste الدين. لا لا، ça c'est مذهب الخوارج. الإنسان ينتبه أنهم يكفرون بالمعاصي والسبب مثل هذه الإلزامات الباطلة. S'il fait zina, c'est forcément qu'il ne respecte pas le Coran. Il y en a le Coran, c'est interdit zina. C'est un kafir. Celui qui ne respecte pas le Coran, il déteste le Coran, c'est un kafir. هذا ليس من منهج أهل السنة في الشيء. فالإنسان يحذر. هنا تأ دليل. هنا تأ دليل في الصحيح، صحيح البخاري. كذلك لا يفهم من هذا الحديث التساهل في المعاصي. نحن غز دائما على الوسط. On comprend pas de ce hadith كذلك أن cet homme il a bu de l'alcool et Allah son messager il l'aimait donc c'est pas trop grave. Là بعض الناس commence par l'alcool ثم autre chose ثم autre chose et leur iman il descend et ربما يزيغ. الإنسان يحذر المعاصي ما فيها خير، لكن الوسط، on n'exagère pas en le faisant sortir de l'islam et كذلك لا نتساهل ونقول كما قالت المرجئة أن إيمانه لا ينقص. لا، الوسط، إيمانه ينقص et tant qu'il a pas fait un aqid min nawaqid al-islam ça reste un mu'min. هذا والله أعلم. هذا ما يتعلق بالناقض الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والناقض الذي بعده في الحقيقة il lui ressemble، se moquer، ça ressemble. فنقرأ ونذكر كلام أهل العلم.
إن شاء الله. قال السادس أي من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء أي سمك. celui qui se moque du din, من استهزاء بالشيء من دين الرسول يسمك ولو دون عبادة ولو دون سنة أو ثوابه. كذلك celui qui se moque de la récompense, مثلا بعض الفجار يسمك de الجنة du paradis, هذا كذلك c'est du كفر. أو عقابه مثلا يسمك de النار كفر, وهذا بالإجماع. والدليل قول الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هنا الاستهزاء لستة, ثم الله سبحانه وتعالى إلى ستة الحكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكم الله, أن من استهزأ بالرسول أو بشيء من دين الرسول أو بالقرآن أو بالسنة فيكفر إجماعا. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية كما في الصارم المسلول وهذا نص صريح, أي الآية من سورة التوبة, وهذا نص صريح في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله عليه وقد جاء أو قبل هذا فالاستهزاء بدين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر. فمن استهزأ باللحية أو استهزأ بشيء من أحكام الدين فإنه يعتبر قد كفر وخرج من الإسلام. نعم هذا مثال, وإلا فيشمل جميع العبادات جميع السنن. لهذا قال شيخ الإسلام من استهزأ بشيء, هذا من ألفاظ العموم بشيء s'englobe tout الدين. Celui qui se moque d'une chose, s'il sait que ça fait partie du din, il s'est moqué, لأنه ça fait partie du din, يكفر. Que ça soit la barbe, que ça soit le hijab, que ça soit as-salah, que ça soit le hajj, que ça soit le siyam, il se moque, يخرج من الإسلام, عياذ بالله. وقد جاء في الحديث, وهو سبب نزول هذه الآية, آية سورة التوبة. Ce verset, il est descendu par rapport à cette histoire, qui est citée dans ce hadith. أن بعض المنافقين قالوا حينما كانوا سائرين إلى تبوك, certains منافقs qui accompagnaient le prophète عليه الصلاة والسلام, ils se dirigeaient vers تبوك, ils ont dit ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. ألسنا بضم السين, كذلك جاء الجمع ب السنة avec un temps مربوطة في الأخير. فاللسان il a plusieurs جمع, il a plusieurs pluriel, السن والسنة. وهنا نحن on a بغير الطاء فيضبط السنن. et dans des riwayats السنة, فينظر est-ce que les riwayats جاءوا بهذا وهذا. المهم قال ولا أكذب السنن ولا أجبن عند اللقاء, يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنه, أي العلماء من الصحابة رضي الله عنه. فتأملوا وانظروا خبث المنافق. المنافق va avec النبي صلى الله عليه وسلم pour faire cette غزوة تبوك, et en allant sur le chemin, وكما جاء في آخر الحديث أن هذا المنافق اعتذر ما أردنا إلا قطع الصفر, أي المسافة, أي le temps il était long, voulait passer le temps, c'est que pour rire. هكذا قال. فلهذا قال عز وجل لا تعتذروا. ففي السفر في الطريق يدي مثل هذا. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أي on n'a pas vu comme هؤلاء. أي le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons. أرغب بطونا. أي se moquaient de leur ventre. أنهم ils mangent beaucoup. ولا أكذب ألسنا. كذلك c'est des menteurs. ولا أجبن عند اللقاء. Et كذلك ils n'ont pas de courage. طعن شديد. في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه. فأنزل الله هذه الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففضحهم الله عز وجل. الآية لديسانجو مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى ذاك المنافق جاء
وكان يعتذر يا رسول الله ما رأينا ما أردنا كذا يا رسول الله. فنزلت الآية. وإن من أهل العصر من نسمع منه مثل هذه الكلمة أو أشد ولا يبالي نسأل الله العفو والعافية. هذا كلام الشيخ نجمي رحمة الله عليه. صحيح أن تخبق بعضهم استهزاؤهم أشد وطعنهم أكبر عياذا بالله. Ils ont rien trouvé d'autre de se moquer إلا دين الله عز وجل et الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا شك أنهم ils ont pas d'Iman. لماذا؟ C'est quoi الآن؟ ما هي العلاقة بين هذا الناقض والكفر؟ C'est quoi le lien entre ce ناقض et le كفر الأكبر؟ أو une autre question أو سؤال بتعبير آخر، لماذا من استهزأ بالله عز وجل يكفر أو بدين الرسول أو بشيء من حكمه من دينه؟ لماذا؟ تفضل. أحسنت. لأن المؤمن ما من مؤمن ولو الجاهل ولو الضعيف يعظم دين الله يغسبكت إلام يدن دولا فالوغ الدين. أما من استهزأ فتوسع يغسبكت با إلا بات إيمان. لأن المؤمن يبقى با سموكي دو كالكو شوز كلام. فلهذا مثل هؤلاء الذين يستهزئون بدين الله عز وجل لا يستهزئون بمن يحبون كآبائهم وأمهاتهم وأولادهم. لماذا؟ لأن هذا المنافق يحب أباه. Il va pas se moquer de lui ou l'insulter. Tu te moques pas et t'insultes pas une personne que t'aimes ou quelque chose que t'aimes. Celui qui se moque ou qui l'insulte, c'est qu'il respecte pas cette personne ou il donne pas d'importance. Enfin, celui qui respecte pas le dîn, il donne pas d'importance au dîn, il déteste le dîn. Fala shak fi kufri. Qala al-allama al-shaykh Sa'di rahmatullah alayh. إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله والتعظيم دينه ورسوله. أصل الدين مبني على هذا التعظيم. من شدة تعظيم بعض الناس يقعون في الغلو فربما يعبدون غير الله مثلا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. تلمو كي عظم تلمو كي زم ils ont plus limite peut-être que certains ils exagèrent يقعون في الشرك. فمونتر كو المؤمن على باز الله لا سو تعظيم لكن لابد من ميزان من حدود. اما سلوي كاباد التعظيم دو تو اي سموك فلا شك في كفره. قال والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الاصل ومناقض له اشد المناقضه. سلوي كي سموك سا امبليك فورسيمون اوسي سموكي سي كي لم با الدين سي كي دون اوكين فالور او الدين. C'est qu'il ne respecte pas, il n'adhomme pas. Donc il a contredit Asluddin à l'Iman. Donc c'est plus un mu'min. Et comme a dit le Cheikh Najmi, dans cet âge, من نسمع منه مثل هذه الكلمة أو أشد خاصة من الممثلين المجرمين les comédiens. بعضهم ils font rire et gagnent de l'argent et ils se moquent du din ou d'un rasoul. بعضهم ils se moquent de l'Jannah ou l'Nar. Ils font des mises en scène que pour faire rire les gens. هؤلاء لا شك في كفرهم même s'ils se prétendent مسلم لأن ça serait un مسلم il respecterait. Il ne peut pas se moquer de Allah عز وجل son créateur ou de son messager صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا بالإجماع نقله العلامة الشيخ سليمان رحمة الله عليه في تيسير العزيز الحميد وغيره من أهل العلم. تنبيه من autre remarque. فرق بين من استهزأ بالدين ومن استهزأ بالشخص نفسه. Il y a un فرق. C'est pas tous ceux qui se moquent d'un mu'min forcément c'est un kafir. Là, il peut se moquer de lui à cause de son poids, à cause de sa taille, à cause de sa couleur, à cause d'un problème qu'il a, à cause d'un comportement. Et c'est pas par rapport au din. هذا لا يكفر. C'est une ma'asiyah. أما s'il se moque de ce mu'min لأنه ملازم للسنة et il se moque de lui que parce qu'il applique le sunnah et parce qu'il applique le din, فهذا يكفر. قال الإمام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه في المجموع الثمين ثم إن كانوا يستهزئون بهم أي بالمؤمنين من أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة. s'il se moque de ce mu'min parce qu'il applique le sunnah
مثلاً إلى الباب إلى القميص والسواك. Ils se moquent de lui parce qu'il applique le din. Et la preuve de هذا, c'est que si un autre il n'a pas ces choses, il n'applique pas son nom, il ne se moque pas de lui. Enfin, il s'est moqué de lui que parce qu'il applique le din. هذا rentre dans l'annulatif. هذا يكفر. أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيهم. الزي, c'est son apparence. مثلاً, il a mis un vêtement de telle couleur. Il ne se moque pas parce que c'est la sunna. لكن يستهزئ به مثلا من أجل اللون, لون القميص, لا من أجل القميص. هذا فلا يجوز له, لكن سبع ناقض من نواقض الإسلام. قال بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك, لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله, لكنه على خطر عظيم. نعم, ستخقاض الاستهزاء بالمؤمن لا يجوز. Même si c'est pas du din, par rapport au din, il se moque de sa démarche, il se moque de sa taille, de son poids, là, il joue. C'est un mu'min. لكن ça n'a pas le niveau de الكفر. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هذا t'as pas le droit. T'as pas le droit de te moquer de ton frère. S'il a un défaut, un nasiha. S'il a un manquement, un tadhkir. Si c'est un défaut sans son poids, sa taille, sa couleur, la yajouz, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé hakada, fa la yajouz. Lakin, se moquer du din, c'est achad. Amma alladhi la yadri, il se moque et il ne sait pas que ça fait partie du din, fa hada shay'un akhar, lakin yajib alayyan yata'allam, wa idha nusiha yaqbal. Lana ba'duhum rubbama il se moque et il ne sait pas que ça fait partie du din, fa hada shay'un akhar. Qala shaykh al-islam rahmatullah alayhi fi s-sarim al-maslul wal-fi'l, إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية. أما si son fi'l c'est une adhiya للنبي صلى الله عليه وسلم أو الدين, مثلا il se moque أو il demande une chose وهو لا يدري, il ne sait pas que ça fait partie du din, فهذا on doit lui montrer que c'est que c'est pas comme ça. On doit lui montrer que c'est haram, on lui montre al-haq. Wa min hadha al-bab kadhalika as-sab. Sab Allah wa sab ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa kufrun bil ijma'. Wa hadhi al-mas'ala wadhiha. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi fi as-sarim al-maslul, inna sab Allah aw sab ar-rasulih sallallahu alayhi wa sallam kufrun zahiran wa batinan wa sawa'un kana as-sab أي الذي يسب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له. نعم, مجرد السب سي الكفر. même si pense que c'est haram, le fait qu'il insulte Allah et son messager, فلا يجوز له, بل سي الكفر صار من الإسلام. قال هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل إلى آخره. فنسأل الله الثبات. نعيش في زمن كثير من الناس تساهلوا في هذا. بعضهم يغرد, بعضهم ينظر إلى هؤلاء الممثلين الفسق الكفرة الذين يسبون الدين ويستهزئون بشرع الله, يغرد. لا يجوز, لأن بعضهم يغرد يغي معهم كأنه إلى ساتسف. هذا إلى على خطر عظيم. الإنسان يحذر, الإنسان يعظم دينه. يوم القيامة تتخفغا كو هذا الدين. Et on répète, أن المؤمن كي أم سو الدين il se moquera pas, il insultera pas. أبدا. Il détestera pas. Là, s'il est ignorant, il fait des efforts pour apprendre. Et s'il a du mal à appliquer, il fait des efforts pour appliquer. أما il déteste الدين أو une partie du الدين, فهذا لا يحصل من المؤمن أبدا. هذا ما يتعلق بهذين الناقضين الخامس والسادس. الخامس, من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والسادس, من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.